ما أريد فعله في هذا العرض هو التفكير بالعلاقة بين المتغيرات، ثم التفكير كيف يجب أن يبدو التمثيل البياني لهذه العلاقة. دعونا نفترض أن هذان هما المحوران، المحور الأفقي هنا سأعين عليه سعر المنتج، ودعونا نفترض أن هذا المحور العمودي وسأعين عليه الطلب على السلعة، وأنا أقوم فقط بالتعيين في المحور الأول هنا لأنني أفترض أن السعر يجب أن يكون موجب، وأفترض أن الطلب يجب أن يكون موجب أيضا. إذن دعونا نفكر ماذا سيحدث للسعر والطلب لأكثر السلع شيوعا. فإذا كان السعر منخفض ستتوقع أن العديد من الأشخاص بمقدورهم شراء الشيء الذي يفضلون. إذا كان السعر منخفض فسيكون الطلب أعلى، إذن ربما سيكون في مكان ما هنا، ودائما سيكون الطلب عاليا فعلا إذا كان السعر صفر. إذا كان السعر منخفضا فسيكون الطلب مرتفعا. ما يحدث الآن هو أن السعر منخفض والطلب مرتفع. إذا كان السعر مرتفعا قليلا سيهبط الطلب قليلا، كلما ارتفع السعر قليلا سيقل الطلب قليلا، إذا ارتفع السعر قليلا سيقل الطلب أكثر، وإذا ارتفع السعر كثيرا فسيقل الطلب كثيرا. ولذلك الخط الذي يمثل الطلب الذي يرتبط بالسعر سيبدو هكذا، وسأفترض أنه خط، لا يجب أن يكون خط، ربما سيكون منحنى وربما يبدو هكذا أو ربما سيبدو هكذا، لكن بشكل عام في حالة ازدياد السعر سيقل الطلب. الآن دعونا نفكر في شيء آخر، دعونا نتحدث عن الطلب على العقارات، ولنفترض أننا على هذا المحور. سنقوم بتعيين عدد سكان المنطقة، وهذا يمثل الطلب على قطعة الأرض. إذن عندما يكون عدد السكان منخفض جدا، يمكنك أن تتخيل إذا كان عدد السكان صفر فلن يكون هناك أحد يود شراء قطعة الأرض. إذا كان عدد السكان منخفض جدا فالطلب سيكون قليل جدا، وكلما ارتفع عدد السكان يجب أن يرتفع الطلب. إذا ازداد عدد السكان، أي أن عدد أكبر من السكان أرادوا شراء قطعة الأرض، فسترون خطا يبدو هكذا، ومرة أخرى سأرسم خط، ولا يجب أن يكون خط، فيمكن أن يكون منحنى أو ما شابه، يمكن أن يكون منحنى ويبدو هكذا أو منحنى يبدو هكذا، نحن لا نعلم، لكن الفكرة العامة هي أنه كلما ارتفع عدد السكان سيرتفع الطلب. إذا كنا في حالة كلما ارتفع السعر قل الطلب، أما هنا فكلما ارتفع عدد السكان فالطلب سيزيد، ويمكنكم جعل هذا أكثر عمومية باستخدام المتغيرات. نحن نتحدث عن حالات معينة هنا، لكن يمكنك تعيين شيء كهذا ورؤية رسم بياني بهذا الشكل، هذا المتغير X وهذا المتغير Y. حسنا، ماذا يحدث لي واي إذا ارتفعت إكس؟ إذا ماذا يحدث لي واي إذا ارتفعت إكس؟ كلما زادت إكس سنتحرك بالاتجاهات الأفقية الموجبة، وبالتالي سترتفع واي للأعلى وتزداد. إذا في هذا المثال Y ستزداد. إذا كان لدينا رسما بيانيا يبدو هكذا، دعونا نسمي هذا محور A ومحور B، فالرسم البياني ربما سيبدو هكذا. ماذا سيحدث إذا ازدادت A؟ هذه A وهذه B. حسنا، كلما ازدادت A ستنخفض B للأسفل بهذا الشكل. وبالتالي B ستقل. إذا أريد إعطائكم الفكرة العامة.
كلما ازدادت x و y كلاهما سينتقل الخط من أسفل اليسار إلى أعلى اليمين، أي يكون الانحدار لأعلى، ونقول أن الميل موجب. كذلك عندما يرتفع المتغير المستقل والمتغير التابع يقل، عندها سنقول أن انحدار الميل يكون للأسفل عند الانتقال من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين.